يا ربي بالذات وبالصفات فكلنا بسائر الحالات صدر قلوبنا على الإيمان وجعلنا لعمل الإحسان أوجدني أقل جور الكسر فإنني وكيل سر السر وانظر إلينا وانصرنا الدين أد حقوقنا وأد الدين وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة أوجدني أقل جور الكسر فإنني وكيل سر السر وجازي أني كل من قد أحسن إلي من رب الجزاء الحسن بالمصطفى الشفيع يوم المحشر خير الورى من قد هدي بالكوثر أوجدني أقل جبر الكسر فإنني وكيل سر السر عليه صلى ربنا وسلم وقال بالخير لنا وأمم عليه صلى ربنا وسلم وقال بالخير لنا وأمم أوجدني أقل جبر الكسر فإنني وكيل سر السر